تعالوا بقى نشوف رد تيتا لوز على الفنان محمد رمضان لما كان من يومين منزل فيديو بيقول طلع سلاحك روح حارب مش عارف، وكان مندمج بقضية فلسطين، وفي الاخر من يومين راح ينزل لي اعلان لمنتج اصلا مقاطعة كوكاكولا ومش عارف ايه. تعالوا نشوف رد تيتا لوز هتقول ايه. طلع السلاح وروح حارب، ايه رمضان في ايه رمضان ايه بولا بولا في ايه بولا بولا ايه رمضان في ايه رمضان ايه بولا بولا في ايه بولا بولا. مصر كلها على هذا التراك، والعالم العربي والقارات كلها كده، ظنا منا انها بهذه الطريقه بتهاجم الدعايه اللي عملها الفنان نمبر 1 لهذه الشركه. خلينا نقول بولا بولا عشان ما نعملش زيكم ونعمل لها دعايه. انت كده مفكر انك يعني ايه يعني كده الواد واخد موقف يعني فاهم ايجابي، مش فاهم انك كده بتعملهم حاجه اسمها دعايه سلبيه. بمعنى ايه؟ دلوقتي لو كتبت اسم بولا بولا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقيه رائج الان. عارف يعني ايه رائج الان؟ يعني انت طلعتهم ترند، طلعتهم ترند وانت في قراره نفسك متخيل ان انت كده ها بتعمل ايه؟ قال بتهاجم الفنان. لما الاعلان اتعمل بقاله اكتر من اسبوع انا معلقتش علشان ما لفتش الانظار لهذا الموضوع، وعلشان ما اعملهمش دعايه. ما انا كلامي عن الموضوع نفسه هو دعايه. قلت يا بنت كفايه على الخبر مجهور. هوب اللوب نمت وصحيت لقيت مصر كلها شغاله ايه رمضان ايه ايه رمضان ايه بولا بولا ايه ايه بولا بولا طلع السلاح واتعلم اقامتك انجليزي، وبيعيدوا ويزيدوا في الموضوع. معرفش هل ده غباء اجتماعي وذهني وعقلي وبدني، ولا هي مقصوده ان هم يجيبوا هذا الفنان فيستفزوا بيه الشعب، فالشعب يطلع مهبل كده زي ما شفنا كده يعمل دعايه سلبيه للموضوع ويخلي ترند رقم واحد في مصر ايه رمضان في ايه رمضان ايه بولا بولا في ايه بولا بولا. فانا مش قادره افهم والله احنا بنفكر منين. يعني قالك العقل زينه في البترينه، تقريبا انت ما عندكش زينه خالص، انت ما عندكش زينه ولا هيركليز. هو نيل اللي نيله ده عايز تنتقد او زعلان من موقفه اطلع اتكلم، ده لو انت عايز تتكلم تطلع تقول له يا فنان انا زعلان. ولكن تاخد التراك بتاع اسم المنتج اللي هو طالع يعمل له دعايه وهم خبثاء وقاصدين ان هم يستفزوك عشان تطلع انت زي الهبل كده تقول ايه بولا بولا في ايه بولا بولا، فتطلع العالم كله بيقول بولا بولا دلوقتي، فانتوا مخكوا فين يا سلونفاسين؟ وبعدين انت مسائل ومستثقر قوي كده ومتضايق ومتعصب وقلب زت خلاص هتموت من الفنان نمبر 1 وبولا بولا. ها مش عايزه المعك يلا اول رمضان على القهوه يلا وانت قاعد مستني نمبر 1 في المسلسل بتاعه. مشكلتنا ان احنا شعب نسي. اه والله بننسى. لذلك كل فنان استجرأ ان هو يطلع يعمل دعايه لمثل هذه الشركات عادي خالص، وما هموش انه يخسر جمهوره. عارف ليه؟ عشان عارفه كده بقى يومين وهتبص ايه كل بولا ايه ايه بولا بولا يلا نمبر 1 نمبر 1 ان 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 ان، وعادي خالص عادي خالص هتنسى الموضوع زي ما نسيت الموضوع نفسه. القضيه الاساسيه اتنست. مش هتنسى بقى ان الفنان عمل اعلان. شايف هو بيلعب معاك ازاي؟ شايف كم الخبث اللي الناس دي بتفكر فيه ازاي؟ اذا كانوا هم خبثه ها ولقمه كده، فاحنا بص قاعدين لهم للسقطه واللقطه وفاهمين كل العابهم. فاعقل وتريث، ولما تلاقي مثل هذه الامور عايز تنتقد انتقد من غير ما تطلع تعمل دعايه للي انت رافض ان حد يعملها دعايه اصلا، ومش عايز المحك اول رمضان على القهوه يلا. واديكوا طبعا زي ما سمعتوا انا مش هقدر اقول كلمه تاني، يعني كل اللي اقدر اقوله يعني اتقي الله. يعني منين تروح تقول طلع سلاحك وتروح تقول حارب وكل يعني دعمك وقوتك وبتاعك وكل جمهورك فعلا اتحمس وكان عايز يروح، ولا مثلا اللي كان ناوي واللي كان يعني انت اديتهم حماس وفي الاخر انت معلش راح تعمل اعلان لكوكا كولا عشان خاطر مقابل مادي؟ يعني ليه؟